انتي ما حاولتيش تسأليه ليه منعك من المدرسة؟ هو انا عرفت افتح بقي؟ يكونش حد شافك مع نبيل وراح قاله؟ حد زي مين؟ جايز عبد الوهاب؟ لا ما افتكرش. لو كان عبد الوهاب شافني ما كانش هيستنى لحد ما يجي ويقول لبابا، كان جه واتخانق معايا على طول. على رأيك حتى عبد الوهاب علاقته ببابا مش اللي هي. بهيرة انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي، ونبيل دلوقتي هيقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ مش جايز يفتكر اني خلاص مش عايزاه؟ لا، وجايز كمان الموضوع ده يخليه يجي يخطبك على طول من بابا. يخطبني ازاي؟ هو لسه خلص الكلية؟ ايه ده؟ مالك متسربعة قوي كده ليه؟ كلها 3 شهور وياخد الليسانس. عايزاني اقعد 3 شهور ما اشوفهوش؟ ده انا كنت اتجنن. ولا تتجنني ولا حاجة، عندك التليفون صبري نفسك بيه. يعني ايه؟ يعني ايه ايه؟ هتكلميه في التليفون وتحكي له على اللي حصل كله. ايوه بهيرة، بس انا ما اعرفش نمرة تليفونه. انا هجيب لك منه النمرة. بس لو تقضي البت دي عملت ايه؟ ريحني يا عبدو، قعدت البت من المدرسة ليه؟ انت شفت عليها حاجة؟ ما هو انا امها ولازم اعرف. ما ينفعش كده يا عبدو، انت كده بتسود عيشتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على طاعتك وحسن عبادتك يا كريم يا غفور الرحيم يا مولاي. يا ماما في ايه؟ عاجبك اللي بيحصل في البيت ده؟ طب وانا ايه المطلوب مني؟ تكلم ابوك، تعرف منه قعد البت من المدرسة ليه؟ وهي ما سألتوش ليه؟ هي مش عايزة تنطق. طالما بقى هي مش عايزة تنطق يبقى اكيد في حاجه. حاجه ولا مش حاجه، انت اخوها ولازم تعرف اللي حصل. طالما ما دفعتش عن نفسها تبقى غلطانه، واذا ما كانتش غلطانه تبقى جبانه وما عندهاش شخصيه. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ماليش دعوه، كل واحد حر. واشمعنى ما قلتش الكلام ده واتحمقت قوي لما نزلوا عيد الميلاد؟ عشان اللي حصل ده كان غلط من جميع النواحي، ورغم كده ما كنتش مقتنعه بكلامي وقعدت تدافعي، وكان كل اللي همك ان بابا ما يعرفش وبس. كده عبد الوهاب بقى انا جايه استنجد بيك تقعد تقطم فيا؟ الحق ما يزعلش يا ماما، بعدين انا عندي احساس ان ثانيه غلطت غلطه كبيره قوي، عشان كده بابا طلعها من المدرسه.